كان في تواصل مع الفيفا عشان موضوع التذاكر برضه. أيوه. الاتحاد الدولي سهل الاجراءات بالنسبه للرابطه. طيب هو بصراحه ودي نقطه انا عايز اتكلم فيها كويسه جدا، احنا طلبنا التذاكر الكوتا بتاعه النادي وبتاعه الرابطه من زمان قوي من خلال النادي، ولكن الفيفا تعمدت تاخير التذاكر علشان مباراه يتعرف الطرف الثاني اللي هيواجه الاهلي بوتشوكا ولا بوتافوجو. حاولنا بقدر الامكان يا جماعه، الجاليه المقيمه المكسيكيه والبرازيليه مش عددها كبير، فاسمحوا شويه لجماهير الاهلي، في الاخر زنقونا في اخر يومين، فكان احنا بالنسبه لنا عنده توتر كبير جدا، لازم الناس تاخد تذاكرها ونبدا نجهز ونعرف مين هيدخل ومين مش هيدخل بالظبط. فتوجهت للجنه المنظمه المحليه المنظمه البطوله، وتحديدا لضيفك السابق الاستاذ حسن بن ربيع الكواري، وبمجهوده ومجهود كل اللجنه المنظمه بصراحه عملوا لنا تخصيص ل 500 تذكره استلمناهم امبارح ووزعناهم على كل الجماهير، والحمد لله وانا بكلمك النهارده في اللحظه دي كل تذاكر الرابطه استلمناها اللي هي تخصصت للنادي الاهلي استلمناها من النادي ووزعناها على كل جماهير النادي. كل الجماهير استلمت؟ كل الجماهير استلمت. طيب انا طبعا مش هحرق الدخله ولا التيف ولا الكلام ده، بس انتوا بكره عاملين قرنفال في ثالثه شمال ان شاء الله في الملعب كله. في الملعب كله يعني، حتى لو في جماهير موجوده من الثالثه يمين والملعب بالكامل في تنسيق لفكره طبعا طبعا الاستاد كله، حتى في تنسيق في بلوكات الاستاد من الثالثه شمال في أكيد. الدرجه الاولى الدرجه الثانيه والثالثه يمين، بحيث ان كلنا نكون رجل واحد والملعب كله يكون ثالثه شمال ان شاء الله. وحتى الموضوع مش زي اي مباراه ترومبيطه هتدخل ولا درامز، لا في سيمفونيه كامله موجوده بناس متخصصه وناس جميله جدا جات لنا من كل مكان في العالم، من مصر من الامارات أمريكا. من امريكا وكل واحد متخصص في حاجه بيقدم فيها، حاله انكار ذات مش طبيعيه. هو ده الاهلي وهو ده جمهور الاهلي. كابتن حسن ربيع الكواري اتكلم عن دور اللجنه المنظمه والرابطه وقال كان في تنسيق على اعلى مستوى. صحيح. كل الاجراءات وكل الترتيبات تمت الموافقه عليها، الامور من الكواليس كده، في تفاصيل اكيد الناس ما تعرفهاش طبعا لو تحب تقولها. هو طبعا دي بطوله فيفا اكيد، فالاشتراطات والموافقات والقرارات كلها اتحاد دولي اكيد، فحتى البورتال اللي احنا شغالين عليه بورتال اتحاد دولي. ولكن برغم كده اللجنه المحليه المنظمه كان كل طلب اقدمه يعملوا فولو اب عليه، اذا اترفض يقول لي الرفض السبب ايه عشان نقدر نعدل ونقدم، لكن النهارده في اللحظه اللي انا بكلمك فيها كل حاجتنا اتوافق عليها، فان شاء الله بامر الله نروح بكره جاهزين تماما وان شاء الله نشرف النادي الاهلي. البروفات اتعملت؟ جاهزه؟ جاهزه. هنشوف بكره يعني ان شاء الله بامر الله ان شاء الله. انت شوف احنا بنعمل بروفا كل يوم كل يوم كل يوم، يعني حتى لو في البيت لو ما قدرناش نعمل مسيره في اي مكان في الدوحه او ما عملناش تدريب مثلا في نادي قطر، ده امبارح كانوا عند المسرح الروماني في كتاره واحنا كنا موجودين في البيت. شفت العدد اللي كان موجود في البيت عند في حاجه واحده نفس الوقت كان يعني. ناس في كتاره وكان في ناس هنا في سوق واقف. فدي حاله الاهلي عملها في الدوحه. احنا هنا في بدايه سوق واقف صح؟ ده البدايه دي البدايه. دي البدايه طبعا، لسه سوق واقف قدام لسه كبير يعني. معلم تاريخي بصراحه يعني جميل جدا، وبوجود الاهلي وجماهير الاهلي لا الحدث يعني ممتع ممتع كتير جدا مع المستشار. حبيبي انا سعيد جدا بوجودك. انا اللي اسعد والله، وانتوا عملتوا حاله كبيره جدا سواء كان الاعلام الاهلي اعلام قناه الاهلي او النادي الاهلي في وجوده وفي حد ذاته هنا، بالنسبه لنا حياه، وده من ضمن البرامج الموجوده بكره من الاهلي حياه. الاهلي دايما بيجمعنا الحمد لله رب العالمين. مع المستشار حسام ابو العيله رئيس رابطه مشجعي الاهلي في الدوحه، انا بشكرك شكرا جزيلا، وباذن الله بكره نسعد كلنا في ملعب 9 ان شاء الله يا رب. اشكرك محمد واشكر كل مشاهدينا النادي الاهلي ان شاء الله باذن الله خير. بشكر حضراتكم بالتاكيد على هذه الفقره اللي كان فيها تفاصيل مهمه جدا بالنسبه لجماهير النادي الاهلي، ولكن معادنا دلوقتي مع الفقره الاخيره وفقره الصحافه. النقاد الرياضيين كيف يتابعون ويرصدون هذا الحدث الاستثنائي الخاص بالنادي الاهلي؟ بعد الفاصل الناقد الرياضي شعله النشاط الزميل العزيز محمد الجزار في فقرة مهمة جدا عشان نتكلم على الإعلام الرياضي والنقاد الرياضيين هنا في الدوحة كيف يرصدون وكيف يتابعون تواجد الأهلي في هذا المحفل العالمي مع وجود ريال مدريد خلال 48 ساعة في العاصمة القطرية الدوحة. فاصل ثم نواصل.